doing. Good. MashaAllah, barakAllah fiqh. So how's everything with you? Well, everything is good. Okay, mashaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Okay, so do you like to using the cam or without the cam? It's up to your choice. Okay, let me using the cam to can we see each other as well? Okay. Okay, so you already, do you have like this one? I don't have it, but I've seen it, yeah. I don't have it. Okay, so first let me introduce each other to like, let me introducing like us to each other, okay? So, number one, okay. أريدك أن تعرفني نفسك. ها نعم تكلم معي باللغة العربية أريدك أن تعرفني نفسك اسمي دانيال خان أسكن في دالاس تكساس نعم وأدرس كمبيوتر ساينس في معهد دالاس في معهد طيب خيرا ان شاء الله كم عمرك هل عمرك 10 سنوات so 21 20 21 I don't know 21 21 ما شاء الله لماذا تتعلم اللغة العربية يا دانيال لماذا تتعلم اللغة العربية أريد أن أريد أفهم كتب في العربي أريد أن تفهم اللغة العربية كتب اللغة العربية تريد أن تتعلم هل تريد أن تتعلم لغة القرآن نعم لذلك أنت تتعلم اللغة العربية صحيح نعم صحيح لماذا توقفت عن الدراسة في دالاس. لماذا توقفت عن الدراسة في دالاس؟ ما معنى توقف؟ يقف مثل هو يقف عن الدراسة. يقف عن الدراسة. To stay. You come closer. يقف هو يقف عن الدراسة مثل إشارة المرور قف. هل تعرف إشارة المرور قف؟ ما معنى Stop. قف؟ Stop. نعم. So لماذا أنت توقفت عن الدراسة؟ توقفت. So how do you say because? Is it بسبب because of نعم بسبب you can يمكنك أن تقول بسبب صحيح توقفت بسبب الدراسة الكمبيوتر ساينس لأنك تدرس الكمبيوتر ساينس صحيح هل لديك سيارة نعم
نعم أكمل. نعم نعم أكمل. أكمل نعم. كليت. أوكي. نعم لدي سيارة. لدي سيارة. نعم. هل هي كبيرة أو صغيرة؟ هي صغيرة. هي صغيرة. هل لوالديك سيارة؟ هل لدى والديك سيارة؟ نعم سيارة والدي. نعم يوجد سيارة لوالدي. تمام. سيارة لوالدي. ما اسم سيارتك؟ ما اسم سيارتك؟ سيارتي اسم تويوتا كامري. سيارتي اسم اسمها تويوتا كامري. إذن نفس سيارة دانش. دانش لديه تويوتا كامري أيضا. maybe yeah. Maybe. How can I say maybe? ربما. نعم صحيح. بارك الله فيك. يعني محادثة جيدة. أنت قوي جدا. قوي ما شاء الله في المحادثة وتتكلم لغة عربية صحيحة جدا. بارك الله فيك. المحادثة بين خليل وخالد. خليل وخالد عندما يتعرفان على بعضهما. خليل وخالد يتعرفان على بعضهما. يسلمان على بعضهما. إذن خليل يسلم على خالد. خليل يسلم على خالد. ما معنى يسلم؟ ما معنى يسلم؟ To say سلام. نعم صحيح. يسلم دائما تأتي مع على، مثل هو يسلم على someone. صحيح. إذن دائما يسلم تأتي مع على. يسلم تأتي مع على. أوكي. أريدك أن تكتب لي ها. يسلم خليل يسلم على خالد. خليل يسلم على خالد. ويسلم دائما تأتي مع على. يسلم تأتي مع على. I know it's very hard for you to, can you understand me? Okay, but in the beginning, I don't need to speak with you English. This is, especially, I know that you are non-native speaker, okay? And I can speak with you in English very easy for me, okay? And so soft, but the most important thing, I dealing with you as what is Danish told me, to can I make, all of the class in Arabic. I know might be in the beginning, you can understand only 10%, 20% about what I'm saying. But after that, I need your ear to work with me 90% about what I say. Let me say, if you are learning, Spanish language, okay, or any language, let me say, in the college. So the Spanish teacher, he come to the lecture and start to speak anything in Spanish, explain anything in Spanish. Even the students cannot understand anything, but he forced them to can they listen more than they speak. Yeah. Okay, this is what I done with Danish, by the way. MashaAllah. Okay. يسلم دائما تأتي مع على. حرف الجر على. يسلم
تمام. دائماً. دائماً. دائماً تأتي مع على. دائماً تأتي مع على. هل تعرف معنى دائماً؟ Always. Always. صحيح. دائماً تأتي مع على. Okay. صحيح. على. صحيح. إذن خالد يسلم على خليل. على خليل. Can I say خالد يسلم خليل؟ لا. لا. لماذا لا؟ لأن هنا يكون المعنى مختلف، مختلف تماماً. المعنى مختلف. مثل خالد يسلم محمد القرآن. القرآن. هل تعرف ما معنى خالد يسلم محمد القرآن؟ خالد يسلم محمد القرآن. إذا خالد يقول لمحمد خذ القرآن. إذا okay. بدون حرف الجر، بدون حرف الجر معنى يكون مختلف جدا. يسلم على checking، ولكن يسلم هو أنه يعطي. إذن يسلم، يسلم تساوي، اكتب هنا من فضلك دانيال، يعطي. إذن خالد، خالد يعطي محمد القرآن. خالد يعطي محمد القرآن. إذن كلمات مهمة جدا، كلمات مهمة جدا. يعطي. أنت تعرف معنى يعطي صحيح؟ take. No. يعطي، هو يعطي. دانيال يعطي الفقراء 100 دولار. To give. نعم، دانيال يعطي الفقراء. دانيال not take 100 دولار from the فقراء. Otherwise he will be like more فقير. Okay, so يعطي، يعطي مضاد كلمة يأخذ. أكتبها هنا. يعطي عكسها يأخذ. يأخذ. Okay. So خالد يعطي محمد القرآن. ما معنى يعطي؟ To give. نعم صحيح. إذن 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 ما معنى كلمة إذن؟ When. No, no. Okay. Isn't is too much using. Seem like English. إذن مهمة جدا لأن معناها. So. So. Yeah. Okay. So like the English people they're using, you know, like so too much. So إذن إذن كلمة إذن حرف الجر على حرف الجر على إذا حذف يكون مختلف. يسلم على ويسلم فقط. يسلم على هذا معنى أنه يسلم عليه، يسلم يقول السلام عليكم، ولكن يسلم فقط ما معنى فقط؟ فقط only. صحيح صحيح. يسلم فقط only. صحيح. هنا أريدك أن تقرأ لي من فضلك. Okay.
السلام عليكم خالد. السلام عليكم خليل. وعليكم السلام خالد. اسمي خالد. ما اسمك؟ صحيح، اسمي خالد. اسمي خالد، ما معنى اسمي؟ My name is. نعم، أين كلمة my؟ ضمير ياتي أنت. نعم، إذن سنأخذ هنا قاعدة وهي قاعدة الضمائر. الضمائر المتصلة. In the beginning, I know that you are going to take like a lot of stuff, but inshallah is خير. الضمائر المتصلة. ما معنى الضمائر المتصلة؟ Connected pronoun. نعم صحيح. الضمائر المتصلة. ياء. إذا وضعنا ياء في آخر الكلام تكون بمعنى الملكية. الملكية لي أنا. الملكية لي أنا. If you cannot write it right now, don't worry, because like I will send it to you this file, by the way. Just like a second. Okay. إذن إذا وضعنا ياء، ما معنى إذا وضعنا ياء؟ We place ياء. نعم، في آخر الكلام. لا، في آخر الكلمة. الكلمة إذا وضعنا ياء في آخر الكلمة تكون بمعنى الملكية لي أنا. مثل اسمي هي معناها اسم plus أنا. سيارتي تساوي ها كلي. سيارتي تكون سيارة. سيارة. سيارة plus أنا. إذن تكون بمعنى الملكية لي أنا. أنا لي for me. الملكية لي أنا. ما معنى الملكية؟ الملكية الملكية هي شيء تملكه. شيء تملكه لك أنت. مثل سيارتك ملكية تملك. أنك تملك شيء. تملك you to own something. صحيح. تملك شيء. إذن هو لك. مثل اسمي اسم أنا. اسمي اسم أنا. سيارتي هي سيارة أنا. إذن أنت تملك السيارة، صحيح؟ السيارة لك، هي ملكية. ملكية أنت تملك السيارة. أنت تملك اسم دانيال، صحيح؟ yeah. ما معنى تملك اسم دانيال؟ تملك اسم دانيال. دانيال owns it's his name. صحيح، أنت تملك سيارة دانيال. ما معنى تملك سيارة دانيال؟ It's my car. صحيح. صحيح. إذن ياء. ياء إذا وضعنا ياء في آخر الكلمة. Be sure please about this something. في آخر الكلمة. Because some people يضع ياء في آخر الفعل. Completely wrong. خطأ. لابد أن تكون آخر الكلمة. لازم آخر الكلمة. اسم. آخر الاسم. صحيح. صحيح. برافو. الاسم. لا الفعل. الاسم. صحيح. Because it's إضافة. صحيح. مضافة إلى أسماء الضمائر المتصلة لي. خليني أقول هنا إلى الأسماء. So can you not confuse? Okay. Okay. تكون
تكون بمعنى الملكية، أنك تملك شيء، to own. Okay. هذا هو أول شيء. هو قال هنا اسمي خالد. ما معنى كلمة ما؟ What? The question. نعم. معنى كلمة ما هي سؤال. سؤال، أن تسأل عن شيء. أن تسأل عن شيء بمعنى what؟ صحيح. مهم جدا أن ما تسأل عن شيء خاص، شيء خاص لك. ما معنى أن تسأل عن شيء خاص لك؟ تسأل عن شيء خاص لك. تسأل عن شيء خاص لك. It's asking about something for yourself. Because there is ما here. لأن هناك what لها معنيين، ما أو ماذا. لأن what لها معنيين، ما أو ماذا. Okay. ما بمعنى what وماذا بمعنى what. But shall I say to you ماذا اسمك؟ ماذا اسمك؟ Although it's meaning what? No. Why? Because ما is asking about شيء خاص لك. شيء خاص لك. Something related for yourself. About what is your name? What is your car? What is your perfume? What is something related for yourself? Okay. So, any question? أي سؤال لابد أن يسأل عن شيء خاص لك تستخدم ما. كيف؟ ما معنى كيف؟ أنت. نعم صحيح. أنت. إذن هنا كيف، إذا وضعنا كيف تعني شيء، هو شيء خاص بك أنت يا محمد، يا دانش، شيء خاص بك أنت. إذن كيف تعني أنت تملك الشيء، مثل سيارتك تساوي your car. إن بالعربية ستكون أنت تملك السيارة. نعم. إذن سيارة plus car. أنت صحيح. طيب إذا قلت لك كتابك تكون كتابه plus أنت صحيح. إذن هنا إذا وضعنا ياء فمعناه الملكية، ضمير الملكية أنا. إذا وضعنا كاف ضمير الملكية يكون أنت. صحيح. ها، هل فهمت؟ نعم. هل هي صعبة؟ ما معنى صعبة؟ صعبة سهلة عكس صعبة. اللغة العربية سهلة؟ أوكي. ما معنى سهلة؟ easy. نعم. هل اللغة العربية سهلة أم اللغة الإنجليزية سهلة؟ أوكي. ها، أنت قل لي ما أسهل لغة، اللغة العربية أم اللغة الإنجليزية؟ الآن اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية لأنك أمريكي.
ما شاء الله بارك الله لك. هذا شيء جيد. أنت ممتاز جدا يا دانيال. Okay, something very strange in the beginning. Sorry for that, for speaking that in English. Okay. Once he said that to me, I was in the street. He said to me, okay, my friend Daniel, he wanted to study with you Arabic, Dr. Muhammad. I said to him, okay, Damshi, it's okay. So give it to me, give to him like his my WhatsApp number. He said to me, yes, I forwarded to him. Okay. I said to him, what is his name? He said to me, Daniel. I said to him, oh my gosh, is he like Jewish? Yeah, he told me. I told him, come on, la hawla wa quwwata illa billah, you come, you get to me like a Jewish guy. But then the Arabic language, he said to me, oh. Yeah, mashallah, like, and he says to me, no, he's a good brother. I said, oh, mashallah. But I hope to be like, not seem like you. Then he said to me, oh my gosh. Danish is, you know, do you know, like, okay, I think you will go to tell him. Do you know why he left Dallas? No. Because he cannot ask. Okay, a little bit asking of the teacher. You know, like, recently I said to him, if I left this job, Danish, for teaching the non-native speaker Arabic language and the Quran, it will be like because of you. Okay? He's asking about everything and they try to find what is, you know, like, what is incorrect, can he make it correct? But mashallah, he's a very smart guy, mashallah. Okay, so this is Ad-Damair al-Muttasala. Ad-Damair al-Muttasala, kaf, ma'naha anta. Uriduka an tukawin li jumla. Uriduka an tukawin li jumla. Fiha damir ya, wa fiha damir kaf. يمكن أن تعمل أن تقوم بجملتين. يمكن أن تقوم بجملتين. الكاف والياء يعني أي جملة فيها كاف أي جملة فيها ياء تكون نفس الضمير أنا وضمير أنت. Okay. هذا قلمي و و what's your name again? It's a Dr. Muhammad. Dr. Muhammad. واسمك محمد Dr. Muhammad. ما شاء الله. إذا هذا قلمي هذا قلمي واسمك دكتور محمد. ما شاء الله جملة جميلة بارك الله فيك. كيف ماذا قال له؟ كيف حالك؟ لأنه يسأل خليل كيف حالك. ها أكمل. بخير والحمد لله وكيف حالك.